لمناقشة التعليم في العراق بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية ينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة الأكاديمي المتخصص في شؤون التعليم الدكتور سلوان العاني. دكتور سلوان، مرحبا بكم. يعني العراق خلى من الأميين نهاية السبعينات وبداية الثمانينات. دكتور، ما الذي جرى وعاد شبح الأمية يطال الملايين من أبناء الشعب العراقي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. العراق مثل ما تفضلت كان في مقدمة الدول اعتراف منظمة اليونسكو، الدول التي قضت على الأمية وأصبحت لديها برنامج تعليمي يعتبر من أرقى البرامج التعليمية في العالم. وطبعا هذا شيء لم يأتي من فراغ، إنما كان عبارة عن بناء وكان تخطيط على مدى مستويات قريبة وبعيدة الخطط، وكان هنالك برامج لتحقيق هذه النتائج الباهرة. نعم. التي تميز بها العراق سابقا. أما الآن، نعم، نجد مع الأسف أن عدد الأميين في العراق تجاوز 7 ملايين مواطن لا يقرؤون ولا يكتبون، بينما مثل ما أشرحنا كيف كان العراق سابقا. وبالمناسبة أحب أن أقول لك أنه استعراض نسب الأمية في البلدان العربية، العراق يعني يصنف 20% نسبة الأمية فيه في دراسة لليونسكو عام 2015، وهذا طبعا فقط يتكلم عن أعمار ما فوق ال 15 عام، بينما دول أخرى مثل قطر، الكويت، عمان لا يتجاوز عدد الأميين من 1.5 إلى 3%. فهذه تعتبر حقيقة يعني لا يستحق العراق أن يكون بهذا المستوى، والسبب معروف هو ما حل بالعراق ما بعد 2003. دكتور سلوان، لو تحدثنا عن جودة التعليم الدولي، العراق خرج من هذا التصنيف في وقت كان يحظى بالتعليم، يحظى التعليم في العراق بسمعة طيبة خاصة في منطقة الشرق الأوسط. لماذا هذا التراجع في جودة التعليم؟ دكتور، هناك مثال يعني واضح للجميع أن حتى الكثير من خريجي البكالوريوس لا يعرفون الإملاء، وهذا واضح طبعا من خلال التواصل الاجتماعي. لماذا خرج العراق من جودة التعليم بعد عام 2003؟ نعم، هذا يعني تقرير صادر عالمي عن يسموه المنتدى الاقتصادي والعالمي في دافوس. هذه سنويا هذا المؤتمر في سويسرا ينعقد. نعم. ويشمل احصائيات 140 دولة، لكن من عام 2016 ولحد الآن يستثنى العراق من التصنيف، أي لا يدخل حتى التصنيف، هو وأربع دول أخرى: سوريا، اليمن، الصومال. هذه الدول يعني تفتقر لمعايير الجودة في مستوى التعليم الجامعي والثانوي والابتدائي. والمصيبة أنه إحنا نحضر هذا المؤتمر على مستويات عالية بالدولة ولا نعود ونقول لماذا لا يوجد اسم العراق في هذا المنتدى. هذا دليل على فشل والتخبط والانهيار اللي تعمل به وزارة التربية منذ عام 2003. طيب. الحقيقة، نعم، العراق يعيش في أزمة تعليمية خانقة، ويعني قد حكم عليه لأنه ليس له أي احترام على مستوى العالم، وحتى شهاداته لا تحترم، ما عدا الخريجين الذين كانوا قد نالوا شهاداتهم قبل الاحتلال الأمريكي للعراق وما جاء من بعده من نظام. فالحقيقة هذا واحد من الأسباب اللي يفترض أنه احنا نركز عليها ونقول أين نحن من اليونسكو. احنا اليوم العالم يحتفل مع منظمة التربية والتعليم اليونسكو. نعم. هي تابعة للأمم المتحدة. نعم. وهذه اليوم تفتخر بأنه هي تكرم 5 دول في العالم. طيب. لأنها بادرت مبادرات لإنهاء ما نسميه بالأمية من هذه الدول. من هي هذه الدول؟ غانا والمكسيك
والنيبال والمملكة المتحدة واليمن. نعم. لأن هذه الدول لديها بصمات متميزة أحدثتها في قطاع محو الأمية. فإحنا علينا أن نكون جزء من العالم، لا نهرب. يعني صح إحنا ما عندنا مبادرات، إحنا أصبح المجتمع مالتنا متخلف، ولذلك ترى اليوم العالم يتعافى من كورونا، فيروس كورونا كوفيد 19، ونحن اليوم في أوج إصاباتنا، يعني تصل مع الأسف أقول هذا الكلام إلى أكثر من 400 إصابة، 4000 إصابة في اليوم. نعم. ويعني هذه العالم بدأ يعني يستفيق ويعيد نشاطه وحياته إلى الحياة الاقتصادية والتعليمية. نعم دكتور. ونحن لازلنا يعني نواجه هذه الأزمة. نعم. من الدوحة الأكاديمي المتخصص في شؤون التعليم الدكتور سلوان العاني، شكرا جزيلا لكم.